ملفنا الأخير مشاهدينا الكرام، نفتح سويا ملف شرق السودان والحديث ربما عن تقرير المصير من قبل مجلس البيجا والعموديات المستقلة. مشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. ظلت قضية شرق السودان في حالة شد وجذب منذ حقبة العهد البائد، لكنها في مرحلة ما بعد ثورة ديسمبر أخذت هذه القضية في الصعود في قمة السطح السياسي، وتدخل في منحنيات ومنعرجات شتى، وباتت تشكل قوة حقيقية للضغط والتأثير على الحكومة الانتقالية وعلى المشهد السياسي بكل مكوناته وأطيافه السياسية. لكن يبدو أن هذا الشرق السوداني آخذ الآن وبشكل واضح في التداعي المثير والخطير، حيث خرجت اللجنة السياسية لمجلس نظارات البيجا ببيان للناس قالت فيه إنها بصدد الإعلان عن حكومة مؤقتة وإعادة إنتاج المشروع السياسي القديم باسم تقرير المصير لأبناء شرق السودان، وهو مشروع ظلت تستدعيه النخبة السياسية بالشرق عند الطلب. ولذا ظلت ورقة تقرير المصير بمثابة كرت للضغط، أو بالأحرى العصا الغليظة التي تلوح بها قوى شرق السودان في وجه حكام الخرطوم. وربما أن المشهد بشرق السودان يتداعى وبشكل واضح، خصوصا على صعيد جبهة نظارات البيجا التي رفضت ما أسمته بمشروع التسوية السياسية، فهددت ثم توعدت بتصعيد موقفها بإعادة سيناريو الإغلاق لشرق السودان. فما هي حكاية تقرير مصير شرق السودان؟ ومن هم أولئك الذين يلوحون بهذا المشروع السياسي؟ ينضم إلينا عبر خط الهاتف مشاهدينا الكرام السيد محمد عثمان الرضي، الصحفي والمحلل السياسي والمهتم بشؤون شرق السودان. مرحبا بك أستاذ محمد عثمان ومساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك ومرحبا بالإخوة المشاهدين على امتداد البث داخل وخارج السودان. السيد محمد عثمان، حسب التقرير الذي سردته الآن ختامه كان بهذا الاستفسار: من هم أولئك الذين يلوحون بهذا المشروع السياسي الخاص بتقرير مصير شرق السودان؟ أولا، كل هذه الأجسام السياسية التي ظلت تتحدث باسم شرق السودان لم تحظى بتفويض شرعي ولا تفويض كامل باسم شرق السودان لكي تتحدث به. ونحن عندما نتحدث المجلس الأعلى للنظارات البيجا الذي يدعي بأنه هو من يتحدث باسم شرق السودان، ولكن أيضا هنالك أجسام سياسية أخرى تدعي بأنها هي من تتحدث باسم شرق السودان، فلا يوجد متحدث رسمي ولا يوجد ممثل شرعي لشرق السودان لكي يتم التحديث معه. هذه النقطة أساسية لا بد الإشارة إليها. الذي يتحدث الآن عن استخدام كرت تقرير المصير في شرق السودان هم الجسم المنشق من المجلس الأعلى لنظارات البيجا بقيادة ناظر الهدندو، في الوقت الذي خرج بيان شديد اللهجة من ناظر أمون الهدندو رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا، وهو يقف مع وحدة شرق السودان حكومة وشعبا، وهو ضد هذه الخطوة. لكن هذا هو الجسم المنشق من المجلس، فبالتالي أنا أعتقد الآن هنالك حالة من الضبابية وحالة من تقبيش الرأي العام. من الذي يتحدث باسم شرق السودان، ومن الذي منح هؤلاء الأجسام للتحدث باسم شرق السودان؟ نعم، ولماذا الدعوة لتقرير المصير في هذا التوقيت بالتحديد؟ هل الأمر مربوط بعملية التسوية السياسية التي تطبخ هذه الأيام؟ هذه التسوية السياسية التي تطبخ هذه الأيام شعرت بعض الأجسام بأنها لم تلحق بهذه الطبخة، فلا بد أن تستخدم هذا الكرت وهذا العصا القليظة من أجل لفت الأنظار واللحاق بركب هذه التسوية السياسية. فظل هذا الكرت يستخدم من الحين والآخر في الوصول لطريق مسدود لعدم الالتفات إليهم. فهذا الكرت هو كرت موجود في شرق السودان وظل يستخدم في العديد من المرات. نعم، مسار شرق السودان سيد محمد عثمان مرقني في اتفاقي محمد عثمان الرضي في اتفاقية سلام جوبا، مسار الشرق كان هو مسار للجدل ربما، ومسار ربما كان فيه كثير من الحديث ما بين رافض ما بين أيضا موافق على هذه المسار وعلى تفاصيل هذا المسار. كيف تنظر الآن للوضع الحالي في ظل عدم تنفيذ المسار وتجميده، وما هي الآثار ربما التي يعني جعلت هذا المسار مجمد وأثرت بشكل واضح أيضا على عمق العلاقات ما بين الموقعين والرافضين لهذا المسار؟ كانت هنالك اتفاقية مسبقة، اتفاقية أسمرة ما بين الحكومة السابقة وجبهة
شرق السودان بقيادة الأمين بقيادة رئيس الجبهة آنذاك موسى محمد أحمد. فكانت هذه الاتفاقية بالرغم من الهنات، بالرغم من النواقص وبالرغم من السلبيات التي لاحقتها، ولكن كان محل احترام وتقدير، وظلت هذه الاتفاقية ثابتة قرابة ال 14 أو 15 عاما. فأنا أستغرب إن كانت هذه الاتفاقية حظيت بكل هذا الاحترام والتقدير، فلماذا لا يحظى مسار شرق السودان المضمن في اتفاقية جوبا؟ فيبدو أن هنالك لاعبين جدد ظهروا في الساحة في هذا المسار، وهذا لا يعجب القيادات التاريخية لمسار شرق السودان التي ترى نفسها هي الأحق والأفضل بقيادة الشرق، بينما لا تعترف بحقوق الآخرين في هذا الإقليم. نعم، ما حقيقة المطامع والتدخلات الأجنبية في شرق السودان الذي ربما يعني يتحدث عنه البعض في شرق السودان؟ هل فعلا هناك أيادي تحاول أن تعبث بقضية شرق السودان في الوقت الحالي؟ قطعا إقليم شرق السودان هو من أقنع الأقاليم من حيث الثروات الاقتصادية في باطن الأرض وخارج الأرض. إقليم شرق السودان الآن يحتضن الساحل البحري والمنفذ البحري الوحيد على ساحل البحر الأحمر السوداني، وظل هذا الساحل هو في محل أطماع للعديد من الدول التي تربطنا معها حدود مشتركة ومع الدول الأخرى. فلذلك أنا لا أستبعد أن تكون هنالك أيادي خفية تعبث في شرق السودان من أجل تحقيق هذه المكاسب. نعم، بشكل أو بآخر، هل يسعى مؤتمر البيجا الآن إذا لم يتم الاهتمام به في عملية التسوية السياسية إلى إغلاق شرق السودان مرة أخرى كما نتابع؟ إغلاق شرق السودان في الفترة الماضية عندما قام بها المجلس الأعلى لنظارات البيجا كان هنالك الصراع التاريخي ما بين المكون المدني والمكون العسكري، فلربما استخدم هذا السلاح في ذلك التوقيت وكان السلاح نافذ من أجل إضعاف طرف على الطرف الآخر. وأنا أعتقد الآن هذه الظروف الحالية قد لا تكون مواتية كما كانت في السابق، فلا أعتقد أن يكون هنالك إغلاق قادم، وإن كان هنالك إغلاق لا أعتقد أن يكون بنفس الإغلاق ونفس الكيفية بنفس التأثير في الفترة الماضية. شكرا، شكرا جزيلا محمد عثمان الرضي، الصحفي والمحلل السياسي. إذا ينضم إلينا الآن مباشرة السيد عبد الله أبشار، مقرر مجلس الأعلى للنظارات البيجا والعموديات المستقلة. مرحبا بك ومساء الخير سيد أبشار. سيد أبشار معنا عبر الهاتف، ربما فقدنا السيد أبشار قبل قليل، وكان هناك ربما حديث يعني واضح في الأيام الماضية عن يعني مسألة تقرير مصير وورقة أو كرت لتقرير المصير بالنسبة لشرق السودان، يضغط به البعض من أجل بعض المواقف السياسية التي يتبناها، والأمر هنا يتعلق بالمجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة، في ظل حديث واضح ربما عن نفي لمثل هذه الأمور من قبل آخرين موجودين داخل هذا المجلس. إذن هي مواقف ورؤى متباينة بخصوص ربما مسألة الضغط بورقة تقرير المصير لشرق السودان وورقة أيضا الإغلاق بالنسبة لشرق السودان، وشاهدنا وتابعنا ربما تداعيات إغلاق شرق السودان في وقت سابق من عمر الفترة الانتقالية. أبشار معنا الآن عبر خط الهاتف السيد عبد الله أبشار، مقرر مجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة. مرحبا بك. مرحبا بك والتحية لكل المتابعين. هل صحيح أن مجلس البيجا يدعو لتقرير مصير شرق السودان وتشكيل حكومة مؤقتة؟ شكرا جزيلا والتحية لكل المتابعين. حق تقرير المصير لشرق السودان هو إحدى مقررات مؤتمر سنكات التاريخي الذي عقد في أكتوبر العام 20 في العام 2020، وكان هو القرار الحادي عشر من مقررات مؤتمر سنكات التاريخي. لهذا الأساس نحن نعتقد بأن مسألة تقرير المصير هي يعني منصوص عليها في قوانين الأمم المتحدة والقانون العالمي لحقوق الإنسان، فمن نعم. الطبيعي جدا أن يتمسك المجلس الأعلى لنظارة البيجا والعموديات المستقلة إحدى مقررات مؤتمر سنكات، طيب. والذي نعتقد أنه بأهمية بمكان أن يتمسك المجلس بتلك القضايا بما فيها يعني حق التقرير لشعب البيجا وشرق السودان. سيد أبشار، على ماذا اعتمد مجلس البيجا في تفعيل هذا البند تحديدا كما ذكرت أنت؟ على ماذا اعتمد؟ يعني هل فعلا مجلس البيجا هو من يمثل كل شرق السودان؟ ولماذا هذا التوقيت بالتحديد؟
حقيقة المجلس الأعلى لعبر التلفزيون والأمنيات المستقلة في العام 2020 كما ذكرت عقد مؤتمر جامع ومحضور وبتشريف حتى الجانب الحكومي على رأس ذلك الوفد الأخ نائب رئيس المجلس القيادي وقتها. وقد كانت رؤية تلبجة وشرق السودان في لمناقشة قضاياهم سباقة عبر المؤتمرات، فقد أخذ تلبجة مؤتمرهم في العام 58 في فترة ما بعد عامين من الاستغلال، كما أخذ المؤتمر الثاني في العام 2020 وقد ونال حقيقة تفويض كامل. كانت الفقرة الرئيسية أو النقطة الرئيسية في مقررات مؤتمر سنكات هي تفويض المجلس الأعلى لنظارة البيئة والأمنيات المستقلة كممثل شرعي لشرق السودان، واختتم ذلك المقرر بتوصية المطالب بحق تغريد. نعم، يعني إذا هل الحكومة الآن سيد أبشار بشكل واضح وصريح عبر شاشة البلد تتعامل معكم كممثلين لشرق السودان بشكل واضح؟ بالتأكيد بالتأكيد، نحن عندما عقدنا المؤتمر كان بحضور وتشريف الجانب الحكومي، وكان يجب على الحكومة يعني احترام رؤية أهل شرق السودان في مناقشة قضاياهم. لماذا تلتزم الحكومة باتفاقيات شكلية تمت مع أفراد وتتجاوز مطالب مؤتمر؟ نحن لن نتحدث عن مطالب أفراد، لكن نتحدث عن مطالب مؤتمر كامل ناقشوا فيه عدة أوراق وناقشوا قضاياهم بشكل تفصيلي، وحضرت يعني الحكومة على رأسها المجلس السيادي تلك المقررات والتوصيات. فلماذا لا تتعامل الحكومة؟ للأسف الشديد مماطلة الحكومة في تنفيذ مقررات مؤتمر سكات يعني يجعل أهل شرق السودان يتمسكوا بكافة قضاياهم بما نعم. فيها حق تغرير المصير. بالمقابل سيد أبشار، هناك من يتحدث أيضا عن أن الحكومة ربما تنصلت عن اتفاقها في مسار شرق السودان الذي وقعته في جوبا. أخي الفاضل، ليست هناك رؤية واضحة من قبل الحكومة، ونحن ما زلنا منذ 3 أعوام ننادي ونطالب من الحكومة بإتاحة منبر التفاوض لمناقشة قضايا شرق السودان. طيب، ولم تجد المسألة اهتمام من قبل الحكومة حتى لمناقشة قضايانا. أبشار، ما الذي يريده مؤتمر البيجا من الحكومة الحالية؟ ما الذي تريدونه؟ نحن نطالب مثل الشرق السودان مثله مثل الأقاليم الأخرى، مثلنا مثل دارفور، مثل المنطقتين، مثل جبال النوبة، مثل الأقاليم الأخرى. يطالب البيجا وأهل شرق السودان عبر المجلس الأعلى إتاحة مساحة للتفاوض الحديث عن حقوقي بشكل واضح وصريح، بعيدا عن تعامل الحكومة عبر وصايا تارة بمسار شرق السودان وتارة بمحادثات تتم يعني في مكاتب مغلقة في الخرطوم. فمن حق أهل شرق السودان أن يطالبوا بحقوقهم. أخي الفاضل، نحن نتحدث عن مظالم تاريخية لشرق السودان منذ فجر الاستغلال. يعني كل الحكومات التي تعاقبت على الحكم في الدولة السودانية فشلت في مناقشة قضية شرق السودان بشكل تفصيلي، وتسعى لتسويف القضية عبر تارة بالإقراءات وتارة بالتهديد والوعيد وتارة بالمواجهة. نعم، لهذا الأساس نحن يعني نعتقد بأن هناك قضية حقوق تاريخية ومظالم تاريخية لأهل شرق السودان. لماذا لا تتيح الحكومة مساحة وتعلن منبر تفاوضي لمناقشة قضايا شرق السودان؟ طيب سيد أبشار، يعني سيد أبشار، سنأتي لهذه المسألة، لكن البعض يعني يرى بأنكم أنتم لستم من تمثلون حتى مجلس البيجا، أنتم منفصلون أو منعزلون أو أخذتم تيار مخالف لمجلس البيجا، كيف تعلق على هذه المسألة؟ لا، نحن لسنا يعني تيارا منفصلا أو مجموعة منشقة من المجلس الأعلى، بل نحن المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة بكامل هيئته وبكامل أماناته. بالأمس البيان الذي صدر من الأمانة السياسية للمجلس الأعلى مع وجود السيد الأمين العام للمجلس الأعلى ووجودنا في مقررية المجلس الأعلى، لكن هناك مجموعة تنصلت من المبادئ الأساسية التي أنشئ من أجلها المجلس وذهبت يعني لإرضاء جهات سيادية. هل تقصد تيريك بهذا الحديث، وما هو موقف السيد تيريك يعني من هذا القرار؟ يعني السيد الناظر تيريك نحن نحترمه ونحترم رؤيته، ولكن للأسف الشديد السيد الناظر تيريك ومعه مجموعة
نصلوا على القضايا الرئيسية التي أنشأ من أجلها المجلس، واختاروا طريقا آخر لإرضاء جهات ناقصة في الدولة، وأصبحوا الآن يتحدثون كأنهم شركاء في هذه الحكومة الفترة الانتقالية التي نعتقد بأنها تجاهلت مطالب أهل تركستان وسعت لتكوين لجان محددة، تلك اللجان التي يرأسها السيد نائب رئيس مجلس السيادي، بدلا أن تناقش قضية ترك السودان عمدت إلى سياسة فرق تسد لتفكيك المجلس الأعلى. لهذا الأساس نحن نشاهد هناك السيد رئيس المجلس ومعه مجموعة تنصلت على القضايا الرئيسية طيب. التي أنشأ من أجلها المجلس، وارتضوا بتلك الإقراءات والإملاءات السيادية التي سعت لتفكيك المجلس، ولكن نظل نحن في المجلس الأعلى متمسكون بقضايانا. طيب غير طيب غير طيب سيد أبشار، لضيق الوقت الذي نتعرض له. بضيق الوقت وباختصار شديد، ما هي آليات تنفيذ هذا القرار تقدير المصير وأنتم حكومة مؤقتة في شرق السودان؟ نحن لا نتحدث الآن عن حكومة مؤقتة نعلنها الآن في هذه الفترة، ولكن كانت الإشارة من السيد الأمين السياسي للمجلس الأعلى بأن ما يتم الآن في الخرطوم بعيدا عن إشراك قضية شرق السودان التي كانت سببا رئيسيا في قرارات 25 من أكتوبر، والتجاوز الذي يتم حتى هذه اللحظة دون إتاحة مساحة لقضية شرق السودان، ستجعل أهل شرق السودان يرفضون كل الإملاءات التي تتم في الخرطوم بعيدا عن مناقشة قضاياهم، ومن حقهم مثل ما تم في دارفور بحكم إقليمي منفصل بقيادة كاملة لحكام أقاليم كما تم في النيل الأزرق ودارفور، من حق أهل شرق السودان وضحت أن الفكرة. أنفسهم بأنفسهم بعيدا عن إملاءات المركز. نعم، شكرا شكرا جزيلا أستاذ عبد الله بشار، مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة. كما نشكر أيضا السيد محمد عثمان الرضي، الصحفي والمحلل السياسي. بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى الختام. مشاهدينا أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.